اهلا بيك يا فندم يا استاذ، اتفضل. حياتي ليك، ربنا يخليك. انا بقول الحمد لله، ده كرم ربنا علينا كبير جدا، بشكر لعيبه ومجهود كبير جدا يا كابتن هاني عاملينه في وقت قليل جدا. واحسن حاجه بقى اللي قولها النهارده المكسب الثلاثه بونت دوت اللي احنا بنبارك ليه الجماهير الفعاليه، لكن احسن حاجه ان النهارده كابتن ايهاب موجود، مكسب كان مهم جدا لينا، والحمد لله بحمد ربنا وبشكر ربنا. طيب النهارده المباراه اولا كانت قدام فريقكم السابق اللي مجد كبير اتعمل ليكم، سواء ليك او للكابتن ايهاب جلال مع المقصه، فممكن يكون دارسين الفريق كويس، لكن البدايه كمان كانت مفيده قوي بان انتوا استغلتوا اخطاء دفاع المقصه وسجلتوا هدفين، فاعتقد البدايه دي ساهمت في سير المباراه في النهايه رغم تراجع الاداء شويه في الشوط الثاني. كابتن حمد، والله يا كابتن هاني انت عارف ان في بدايه المباراه لازم انت يعني تستكشف الفرقه اللي قدامك، طبعا فرقه المقاصه احنا عارفينها كويس جدا الحمد لله، وده اللي هنا اللعيبه ان احنا لازم نعمل استحواذ كبير جدا جوه في نص الملعب بحيث ان احنا نقدر نخرج كرة في طرف من الطرفين ونقدر نشتغل بيها، وده اللي حصل الحمد لله رب العالمين، ان احنا قدرنا نهرب في كورتين وقدرنا نشتغل وكنا ممكن نقدر نحرز اهداف مظبوط في الشوط الاول اكتر من كده، لكن الشوط الثاني انت عارف ضغط المباراه يا كابتن هاني فبيخليك تلعب بشكل معين بحيث انك انت اللعيبه بتاعتك ما تبقاش مجهده بشكل كبير، ما كانش في فرص كبيره جدا، كان في استحواذ طبعا للمقصه كوره في رجليها فترات كبيره، لكن ما كانش في فرص الثلاث خشبات ودي ما حاجه ما كانتش بتقلقنا، لكن كان ليهم محاولات بيحاولوا من بره، ودي حاجه برضو من الحاجات اللي احنا قلنا للعيب عليها ان احنا لازم نرتاح ونبقى ورا الكوره فترات كبيره، وده اللي حصل الحمد لله الشوط الثاني، وقدرنا نطلع من المباراه ثلاثه بونت كانوا مهمين جدا. صح. والحمد لله رب العالمين، يعني كانت مباراه لينا احنا شخصيا كانت مهمه جدا شخصيا، لان الثلاثه بونت دول يا كابتن هاني هيحطونا هيزقونا قدام شويه يخلوك تلعب وانت مرتاح بعد كده الحمد لله. مظبوط. طبعا الفوز خلى الاسماعيلي في المركز العاشر ب 29 نقطه، ففعلا وضع احسن بكتير من الوضع اللي بداتوا بيه مشواركم مع الفريق. النهارده شيلونجو بيبدا المباراه اساسيا يعني بعد غياب وبيسجل، فاعتقد دي بتكون نقطه مريحه جدا بالنسبه لكم كجهاز فني. كابتن حمد، بغض النظر عن الاهدارات اللي عملها بعد الهدفين، يعني والله يا كابتن هاني هي الروتيشن بقى في تغيير يعني في الفرقه دي حاجه مهمه جدا، ان انت تقدر تغير في الفرقه حاجه مهمه جدا، عاش موضوع فانك انت تقدر تعمل روتيشن وتلعب لعيبه زي كده قصاد فرقه زي المقاصه فرقه كبيره، فدي حاجه مهمه جدا، وانك انت يبقى عندك بتوسع القوام بتاعك بتاع الفرقه واللعيبه بتبدا تاخد، وانا بقول يعني انا قلنا للعيبه ان الفترات اللي جايه هنقدر نشتغل باذن الله نقدر نوصل بالمرحله ان احنا نخلي معظم اللعيبه اللي هم قاعدين يقدروا يشتغلوا معانا فترات كبيره، فدي حاجه مهمه جدا. دقايق لعب بتزيد لباير المحمدي تدريجيا، امتى ممكن نقول انه خلاص يكون جاهز للمشاركه من بدايه اللقاءات او لمده 90 دقيقه يا كابتن حمد؟ والله يعني الحمد لله باهر شغال بشكل مميز جدا يا كابتن هاني، وشغال يعني تدريجيا، واحنا بدانا يعني كان بياخد فترات صغيره، بعدين المباراه اللي فاتت لعب وقت كبير في المقاولين، النهارده نزل فتره برده كويسه، يعني انت برده لازم تبقى انت مطمن وتقدر تختار له الوقت اللي هو يشتغل فيه، بحيث ان انت يبقى ان شاء باهر طبعا من الاعمده الاساسيه في الفرقه، ولازم لما يبقى جاهز 100% اكيد طبعا هيقدر يشتغل مع زمايله ويفيد الفرقه، فدي حاجه مهمه، لكن انت ازاي تختار له الوقت المناسب عشان ما يبقاش فيه تكرار للاصابه، ان شاء الله ربنا يحميه يا رب ويبعد عنه الاصابه ويبعد عن كل زمايله. خلصتم من منافس كنتم بتدربوه، هتروحوا الفريق تاني برضه كنتم بتدربوه، لكن في مواجهه في بطوله تانيه، بطوله الكاس امام الزمالك، ازاي شايفين المباراه دي بالنظر لان هي بطوله كمان يعني مباريات اقل واحتمالات تتويج في النهايه؟ والله دي مباراه برضه من المباريات المهمه، دي يعني دي بطوله عكس بطوله الدوري، مباراه واحده اللي بيكسب فيها بيصعد بيروح لدور تاني، فدي حاجه مهمه، يا رب ان شاء الله نقول التوفيق باذن الله يكون معانا باذن الله في المباراه دي، لكن هتبقى مباراه مهمه لينا ان شاء الله، نقدر نختار الشكل المناسب والطريقه المناسبه اللي احنا نقدر نلعب فيها مع نادي الزمالك، وان شاء الله يكون المكسب يكون حالفنا باذن الله في المباراه اللي جايه. بشكرك كابتن حمد، مبروك مرة تانية الفوز النهاردة على مصر المقصة بنتيجة 2-1.